ماشي، تعالى نشوف دلوقتي ايه البارتيشن كو افيشن ده. قال لك ايه البارتيشن كو افيشن ده؟ قال لك والله هو ده حاجة يعني بتحسب، يعني هي حاجة بتحسب ايه، او بتشوف الجزيء او المركب اللي قدامك ده، بتشوف بتقيس كمية السوليبيليتي بتاعته في المية على السوليبيليتي بتاعته ايه في الوتر. يعني اي مركب او اي جزيء بشكل عام هيبقى فيه في جزء منه بيدوب في الاويل وجزء منه بيدوب ايه في الوتر. ده طبعا حاجات يعني في مركبات كده جزء منها بيدوب في الاويل وجزء منها بيدوب في الوتر، تمام. فهو بيقيس، يعني بيقول لك ايه بقى، بيقول لك هو البي ده او البروتيشن كوفيشن دايركتلي بروبورشنال، دي معناها دايركتلي بروبورشنال على السوليبيليتي في الاويل على ايه، السوليبيليتي في الوتر. يعني كل ما المركب السوليبيليتي في الاويل بتاعته زياده كل ما البارتيشن كوفيشن زادت، وكل ما المركب السوليبيليتي بتاعته في الووتر قلت كل بقى ايه زادت برضه. طب لو العكس، لو الاويل قلت والووتر زادت البارتيشن كوفيشن تقل، تمام. قالك اللو بي ايه، اللو بي انديكيت جريتر تنسي اوف تو سوليبل اوف سوليوت، اللي هو المركب ان هو يسيب الاويل فيز. ده اللو، اللو دي معناها ايه؟ معناها انه ما بيدوبش كويس. هنا الاويل الذوبان في الاويل كل قليل والذوبان في الووتر ايه كتير، يبقى اللو بي انديكيت ان السليوت ده هيدوب مش هيرضى يدوب في الاويل او ذوبانه في الاويل هيبقى قليل فهيسيب الاويل. هنا دي ليف ذا اويل، تمام، ليف الاويل فيز وانتر للووتر فيز. ليه؟ لان اللو بي معناها ان السوليبيليتي بتاعته في الاويل قليله والسوليبيليتي في الووتر كتير، فبالتالي هيسيب الاويل وهيدوب احسن ايه في الميه. طب ده بنسميه ايه اللي بيدوب احسن في الميه او بيحب الميه؟ قلنا هنسميه هيدروفيليك، عامله باللون الازرق عشان يبين لك ايه ان هو بيحب الميه، يعني زي ايه الالكترولايت زي الصوديوم والبوتاسيوم الكلام ده، تمام. ايه تاني؟ عندك الهاي بي مثلا، ايه بقى الهاي بي؟ العكس، الهاي بي هتبقى ايه العكس. الهاي بي ده معناها ان الذوبان في الاويل كتير والذوبان في الميه قليل، فبالتالي هتسيب الميه وتروح للاويل، فهي هتحب انها تدوب في الزيت اكتر، فدي بنسميها هيدروفوبيك، ليه؟ لانها ثابت الميه، ليف الوتر هيدروفوبيك، وهتدوب فين؟ في الاويل، اللي هو انا عملها لكم باللون الاصفر ده عشان تعرفوا ان الهاي بي هتدوب فين؟ في الاويل زي الاو 2 والسي او 2 والفاتي اسيدز، ودي طبعا ايه مهمه جدا 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 جدا. طب يبقى according to اللي هو البارتيشن كوفيشن ده المواد هتتقسم لحاجتين، هيدروفوبيك وهيدرو ايه وهيدروفيليك. تعالى نشوف كل ماده دي. اول حاجه الهيدروفوبيك اللي هي اللي بتضيف في الاويل ايه، هاي بي، هاي بارتيشن كوفيشن. طب الهيدروفيليك عكسها على طول، لو بارتيشن كوفيشن. الهيدروفوبيك ما بتحبش الميه يبقى هتضيف في الزيت احسن، هاي افينيتي فور ليبيد بايلير، يعني انها بتنجذب للليبيد بايرير احسن، بعكس الهيدروفيلك دي بتدوب في الميه يبقى الافينيتي للليبيد بايرير ايه قليله. طب بالنسبه للووتر لاير الهيدروفوبيك، لا دي معلش دي العكس، دي هتبقى لو افينيتي في الووتر لاير، ليه؟ هيدروفوبيك بتخاف من الميه، بعكس دي هتبقى هاي افينيتي للووتر لاير. ده انا حتى عاملها لكم لونها ازرق يعني، تمام. طب السيل ممبرين بقى انهي واحده اللي هيعدي خلاله اسهل؟ ادي السيل ممبرين، هو السيل ممبرين عباره عن ايه؟ عباره عن ليبيد. يبقى انت تتوقع ايه؟ اللي بيدوب في الليبيد هي اللي هتعدي احسن، صح؟ يبقى بالتالي الهيدروفوبيك هي ايه اللي هتعدي الليبيد ده اسهل بكتير، علشان ليبيد مع ليبيد يمشوا. طب الحاجات الهيدروفيلك الحاجات المحبه للماء، في هاني استاذ هاني رمزي القاعده في فيلم محامي خلع حلو قوي، قال لك لا يختلط الزيت بالماء، لا يختلط الزيت بالماء، تمام. نفس المنطق هنا، الحاجات اللي بتدوب في الميه مش هتعدي الزيت بسهوله، هتعديه بصعوبه قوي. يعني شوف دي ديفيوز هاردلي اكروس ذا سيل ميمبرين. الامثله اللي قلناها قبل كده الاوتو سي اوتو فاتي اسيد، هنا الالكترولايت زي الصوديوم وايه والبوتاسيوم. حلو قوي، تعالوا نشوف البرميابيليتي كوفيشنت. ايه البرميابيليتي كوفيشنت ده؟ قال لك ده حاجه هتقيس الريت بتاع الترانسبورت خلال سيكنس للسيل ممبرين معين، يعني ده سيل ممبرين اهو، السيكنس ده يبقى ثابت والكونسنتريشن ثابت. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا هجيب ماده اكس وماده واي، هحطها بتركيز هنا 5 ودي 5 وهنا 0 وده 0، والسيكنس بتاع يبقى كده عندك السيكنس بتاع السيل ممبرين ثابت والكونسنتريشن جريدينت بتاع الماده اكس وواي زي بعض،
واخلي واسيبهم واسيبهم يعدوا واشوف مين هيعدي اسرع. يبقى اللي هيعدي اسرع اكيد طبعا ده لانه مثلا ليبت سوليبل صح، والتاني ممكن الووتر سوليبل هيعدي ابطا، فبالتالي الاكس هيعدي اسرع وهكذا يعني. فالماده اللي هتعدي اسرع يبقى البرميابيلتي كوفيشنت بتاعها ايه اعلى، وطبعا هيتقاس بالسنتيمتر على الثانيه، يعني هو مشي عدى كام سنتيمتر بير سكند. تمام. الهاي بي معناها ايه بقى؟ الهاي بي معناها ان الماده دي بتحصل لها ترانسبورتيشن اسهل من الماده الثانيه، ليه؟ نتيجه للخواص الكيميائيه بتاعتها. يبقى الماده اكس لو عدت احسن مثلا اسرع من الماده واي، يبقى الماده اكس ليها هاي بي مقارنه بالماده واي، وبالتالي بتعدي اسهل خلال السيل ممبرين. طب لو اللو بي العكس بقى، الماده بتعدي بصعوبه، فبالتالي زي الماده واي كده مثلا، يعني دي ليها ايه بتعدي بصعوبه. طب الهاي بي زي مين بقى؟ زي اللي بتسولبل سبستنس يا جماعه، زي اللي بتسولبل سبستنس مثلا، وزي المواد اللي احنا قلنا انها بتعدي خلال السيل ممبرين اللي هي الليبيد انسولبل بس ان شارجد وسمول. تمام. اللو بي بقى زي مين؟ زي الالكترولايت، المواد اللي هي ايه الووتر سوليبل سبستنس. تمام. اوفر تونز لو، ايه موضوع الاوفر تونز لو ده؟ قال لك اوفر تونز، قال لك ايه؟ مش البارتيشن كوفيشنت كانت بتشوف الجزء الليبيد سوليبل الاكتر في المركب، يعني البي لما بتزيد معناها ان الجزء اللي بتزيد صح؟ طب البارتيشن كوفيشنت كانت ايه؟ اللي هي الحاجات اللي بتعدي اسهل خلال السيل ممبرين. طب ما انت كل ما بتزود الجزء الاويل في المركب كل ما هتعدي ايه؟ كل ما هتزود البارتيشن كوفيشنت. فطلع بعلاقه قال لك ايه؟ ان البارتيشن كوفيشنت دايركتلي بروبورشنال مع الايه؟ مع البرميابيلتي كوفيشنت، وده حاجه يعني واضحه. كل ما المادة بتاعها كل ما الهاي بي زاد، يعني كل ما المادة بقت بتحب الزيت كل ما هتعدي أسرع، وبالتالي البرميابيلتي كوفيشنت بتاعها بقى أعلى. فبالتالي اللي هو طلب بخلاصة إن البي دايركتلي بروبورشن، اللي هو البارتيشن كوفيشنت دايركتلي بروبورشن مع إيه؟ مع البرميابيلتي كوفيشنت. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن البرميابيلتي كوفيشنت دايركتلي بروبورشن مع الليبيد سوليبيلتي. كلام واقعي، كل ما الليبيد سولوبيلتي بتاعت المركب زاد كل ما يعدي السيل ممبرين اللي هو عباره عن ليبيد اسهل، فبالتالي البرميابيلتي كوفيشنت بتاعته ايه؟ هتزيد. وشكرا.